للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس تحرير صحيفه وجهات نظر الاستاذ مصطفى كامل. اهلا بكم الى استوديو الرافدين. استاذ مصطفى، مصادر صحفيه تحدثت عن تقديم امريكا قائمه بميليشيا يجب تجميدها لحكومه عبد المهدي على شكل رد فعل على الخبر. ابو مهدي المهندس يقول بان امريكا تعمل على التصعيد ضد الحشد. ماذا يملك المهندس لهذه اللهجه النديه ضد امريكا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصرف النظر عن تقرير قناة العربية الذي لم يرد في أي وسيلة إعلامية أخرى ذات صدقية، وأنا أشكك بمصادره التي لا ترتقي إلى المصادر المعتمدة تماما، إلا أن من المؤكد أن هناك تداول بين الإدارة الأمريكية وسلطات المنطقة الخضراء في هذا الصدد. في كل الأحوال على العراقيين أن لا ينسوا أن من غزاهم ودمر بلدهم وسلمهم لإيران لن يحررهم، وعلى العراقيين أن يتذكروا أن هذه الميليشيات التي يقودها الآن أبو مهدي المهندس وهادي العامري نشأت ونمت وتغولت في ظل الرعاية الأمريكية وليس الإيرانية فحسب، علما أن أبو المهدي المهندس هو المطلوب على لائحة الإرهاب الأمريكية. ثلاثة، نحن خلال السنتين الماضيتين من حكم أو من إدارة ترامب سمعنا إلى كثير من التصريحات منه ومن أركان الإدارة الأخرى، بل إن الإدارة الحالية أصدرت قرارات بوضع عدد من الميليشيات وزعمائها على لائحة الإرهاب وجمدت أصولهم المالية في الولايات المتحدة، ويتعلم جيدا أن أصولهم المالية ليست هناك. لكن في الحقيقة نحن لم نجد على الأرض فعلا حقيقيا أو صدى يذكر لهذه التغريدات الترامبية أو القرارات، بل نحن وجدنا مثلا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يزور هؤلاء الإرهابيين حسب القرار الأمريكي وينسق معهم، وطبعا هذا إما أن الأمم المتحدة مؤسسة ذات استقلالية كاملة وهذا غير صحيح، أو أن هذه القرارات غير صدقية. نعم أستاذ مصطفى، يعني بغض النظر نحن عن الوسيلة الإعلامية التي تحدثت عن الخبر، ولكن مثل هذا أخبار إذا صحت فرضا، عبد المهدي في تصريح له قال بأن الميليشيا هي شأن داخلي، هل تعتقد أن عبد المهدي من الممكن أن يدافع عن الميليشيا وسلاح الميليشياوي في ظل الأزمة التي يعيشها الآن عبد المهدي في تشكيل حكومته، والتي أوقف تشكيل الحكومة بسبب الخلافات بين الميليشيات والخلافات بين الأحزاب السياسية في العراق؟ عبد المهدي قبل غيره يعلم، وهو عنصر ميليشياوي أصلا في ميليشيا بدر الإرهابية منذ مطلع الثمانينات، يعلم جيدا أنه لم يكن ليصل إلى منصبه لولا القبول الميليشياوي به وربما الترشيح الميليشياوي له. هذه أيضا يعني نحن الإدارة الأمريكية اعترفت في هذا البرلمان الذي يضم ميليشيات ويعترف بالحكومة المشكلة من خلاله، وبالتالي عبد المهدي يعني كمن يمشي على النار، هو من جهة يعني يحتاج إلى هذا الدعم الميليشياوي الكامل، ومن جهة أخرى هو يحتاج إلى الرضا الأمريكي الكامل ليبقى في موقعه ويستمر في هذا المنصب. أستاذ مصطفى، يعني عن الأخبار التي ترد مثل هكذا، ربما تكون إشاعات وربما قد تكون أخبار حقيقية، ولكن من المستفيد الأساسي اليوم من نشر مثل هذه الأخبار؟ هل ربما خروج هذا الخبر بمثل هذا التوقيت من الممكن أن يعني يكون غطاء على الخلافات بين الميليشيات والتي اشتعلت بشكل كبير في الآونة الأخيرة؟ شوف، هو هناك نوع من الهلع المفتعل والضجيج الإعلامي وترويج لكثير من الشائعات، وهذا كله بتقديري يهدف إلى حشد الأتباع للمشروع الميليشياوي من جديد، لأن الناس رأينا أنهم ينفضون عن هذا المشروع، وخاصة في مناطق الفرات الأوسط وجنوب العراق بدأوا يكتشفون حقيقة مدى إجرام هذه الميليشيات وما يعني نحن أفعالها في مظاهرات البصرة وقتلها للمتظاهرين السلميين ليست عنا ببعيدة. الميليشيات الآن تريد استعادة حشد الناس ومن حولها، وطبعا هذا لا يأتي إلا من خلال
تخويفهم من أمريكا أو من القوى السياسية العراقية الوطنية. وهذه النقطة أنا حقيقة أود يعني جذب الانتباه العراقيين إليها، أن يجب أن يحاربوا هذه الشائعات التي تهدف إلى إحباطهم وإلى ثنيهم عن القيام بواجباتهم. كل العراقيين يريدون إنقاذ بلدهم من الوحش الميليشياوي، كل العراقيين الذين يتمتعون بهذا هذه الروح الوطنية الصادقة يريدون إنقاذ بلدهم من الوحش الميليشياوي اللي يعني يستولي على مليارات من مقدراتهم، يستبيح أمنهم، يقبض كل مؤسساتهم البدنية والعسكرية والأمنية. في كل الأحوال أمريكا هي من غزا العراق، هي من دمر العراق، هي من سلم العراق لإيران، لكن لا بأس أن يستفيد العراقيين من بعض المتغيرات الدولية شرط دون أن يسقطوا في الوهم. نعم الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.